وبركاته. أهلا وسهلا بيكم طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي لغات جريد 5 في قناتكم نتسلع. معاكم مس خلود، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله معدنا مع مادة الساينس، مادة الساينس لسن نمبر 2. يا رب تكونوا ذاكرتوا لسن نمبر 1 من عندنا من على القناة، وكمان تكونوا حليتوا أسئلته من المعاصر. لسن نمبر 2 بيج، طبعا بنشرح من النسخة الجديدة بعد التعديلات، نسخة 2024 بيج 21. تعالوا بقى نشوف الليسون. الليسون بيتكلم معايا، بيسألني سؤال: Do plants need soil؟ هل النباتات بتحتاج إلى soil، إلى تربة؟ ده هيكون المناقشة بتاعتنا النهاردة. طب تعالوا بقى نشوف المعاصر بيسألنا وبيعمل لنا warm up، يعمل لنا تهيئة للدرس. تعالوا نشوف. Plants need air and sunlight only to grow. هل انت لما بيكون عندك هوا بس وشمس only فقط تقدر تخلي نبتة او plants grow ينمو؟ طب يمس والووتر راح فين؟ والسويل راحت فين؟ طب بص انا هقف معاك عند السؤال ده، انك انت لو انت عندك air وصليت ووتر تقدر تعمل ايه؟ grow. يبقى انا اقدر احط قدام السؤال ده it's wrong لسبب ان انا ما عنديش هنا ايه؟ ووتر. برضو يا مس ما عندي السويل، ما انا قلت لك استنى، ما احنا هنتناقش في موضوع السويل في الدرس بتاعنا النهارده. نمبر 2 if the plant is not watered for a long time it will die. watered هنا بمعنى انك انت سقيتها، اديتها ميه، عملت لها عمليه ري. هل النباتات لو ما انت ما اديتهاش ووتر ميه لفتره طويله هتموت؟ will die، هتموت طبعا، ده اكيد يا مس. Do plants need soil؟ ده موضوع الدرس بتاعنا النهاردة. تعالوا قبل ما نشرح الجزء ده، تعالوا نشوف التجربة اللي هو أو الاكسبيرمنتس اللي هو قايل لي عليها النهاردة. قال لي هات 6 بين سيدز. يعني إيه 6 بين سيدز؟ أي بذور عندك، بذور فول، 6 حبيات من بذور الفول، ماشي؟ طب ممكن يا مس أجيب أي سيدز تانية؟ ممكن تجيب أي سيدز تانية، ممكن تجيب من عند العطار أي سيدز، او اي سيدز عندك في البيت عند ماما. كمان هات بيبر تايل، هات ورق المناديل، وهات ووتر، وهات بلاستيك كاب جواه سويل، شويه سويل داست تراب، وكمان بلاستيك بليت، طبق من البلاستيك، ومتريك رولر. طب اوكي، وبعد كده هنعمل ايه؟ قال لي هعمل تجربه لذيذه كده، هتوريني هو ان انا اقدر أزرع السويل أو أزرع السيدز بدون سويل. Yeah, without soil. تعالوا نشوف التجربة بتقول لنا إيه. خدوا بالكم إحنا نسيبنا جزء فوق بس هنرجع. قال لي use the water to wet the paper towel. استخدم المية علشان ترش أو تبلل المناديل. Number two, place three seeds in the top half of the paper towel and fold the bottom. يعني إيه؟ افرد المناديل اللي انت بللتها، حط فيها 3 حبايات من البين او من السيدز وغطيهم، يعني fold يعني اطوي المنديل of the toil up so it's covered. يعني انت كده ايه بتغطيها the seeds، بتغطي السيدز. then place the paper toil inside the plastic plate. وبعد كده حطه فين؟ في البلاستيك بليت. طب ماشي يا مس، والباقي من السيدز؟ قال البلانت ذا اذر 3 سيدز، هنزرع الثلاثه سيدز الباقيين ان ذا كاب ذات كونتين سويل، في كاب موجود فيه ايه؟ موجود فيه سويل. ذن ووتر ذا سيدز، وبعد كده از ايه السيدز. نمبر 4 بليس ذا بليت اند ذا كاب ان ا بليس وير ذي كان جيت سانلايت. حط بقى جنب شباك، جنب اي في البلكونه عندك، في اي مكان بتصل له مين؟ الصن. يبقى انت حطيت السيدز، ما حطيتش سويل في البليت غير شوية ووتر، وهنا احنا حطينا سويل وحطينا ووتر. طب نمبر 5 check the growth of seeds over the next several days. سيب كذا يوم وبعد كده شوف الجروث او النمو بتاع السيدز اللي حصل. ايه ده؟ ده عملوا بلانتس. ده عملوا بلانتس من غير سويل؟ من غير سويل. قال لي wet the paper towel and water the soil as needed. اسقيهم كل كام يوم كده؟ اسقيهم. Number 6 measure the growth of each seed using the metric ruler. استخدم المسطرة بقى، شوف ده هينمو قد ايه وده هينمو قد ايه. يا مس شايفة هنا كانوا حلوين خالص، شايفة هنا صغروا، وشايف ايه اللي حصل هنا؟
ده اللي كان جوه السويل ايه حصل له جروث اكتر. يبقى احنا ممكن نستنتج ايه او نعمل كونكلوجن ايه؟ اول حاجه عندي حاجه اسمها الاوبزرفيشن. اوبزرفيشن يعني الملاحظه. انت لاحظت ايه؟ قال لي ذا انشال جروث. اول كلمه مهمه عندي النهارده انشال جروث. انشال جروث، انشال جروث يعني بدايه النمو او النمو الاولي او اول مراحل النمو. of the seeds placed in the paper soil is similar. كلمة أخذناها في جريد فور كتير. similar يعني إيه؟ متشابه. to the that of the seeds planted in the soil. ده اللي حصل عند البليد هو هو حصل فين؟ حصل عند الصويل. ده after 7 days. يعني عايز يقول لك إنك أنت تعرف تعمل germination. ده معناه germination. الجيرمينيشن إن أنا أعمل تشينج or convert إن أنا أحول أو أغير السيدز لإيه؟ لبلانت صغيرة. هنعرف اسمها دلوقتي. يبقى في الانشيال جروث أو في النمو البدائي أو في الأوائل الأيام الأولى لنمو النبات عندي السيدز اللي جوه التايل أو جوه التيشو نفس النمو اللي كان في البلانت. طب إيه كمان؟ قال the seeds growth without soil. The seeds قدرت تنمو من غير تربة. Would not grow as quickly as the seeds in the soil. بس خد بالك after 14 days بعد ما سبتها أكتر من 14 days إيه اللي حصل لها؟ ما قدرتش تكمل زي اللي كانت فين؟ في الصويل. ليه؟ خلاص كبرت. طب ليه؟ محتاجة نيوتريانت. طب والنيوتريانتس دي لازم تاخدها منين؟ من الصويل. يبقى أنا كده عرفت إن أنا لا ممكن أعمل planted أو إن أنا أزرع seeds وplant without soil. بس خد بالك في المرحلة الأولى بس، بعد كده لازم تعمل له موف تنقله فين؟ في السويل. طب الكونكلوجن اللي هو أهم حاجة عندي في الدرس النهاردة in the presence في وجود الووتر السيدز can grow germinate يعني تنبت. أقدر أحول السيد لنبتة صغيرة without soil من غير soil. In the presence of water في وجود الووتر and the sunlight plants can grow without soil for a while يعني الفترة صغيرة but finally ولكن في النهاية they need soil. بس انت كده كده لازم تنقلهم فين؟ في السويل علشان تضمن ان هم ايه؟ كبروا. طب افتكروا كده؟ تعالوا بقى احنا كنا سايبين جزء من الليسون فوق قلت لكم هنرجع له. عرفنا دلوقتي يعني ايه جيرمينيشن. ايه جيرمينيشن؟ ان انا احول السيد لنبتة صغيرة. means that the plant sprouts. sprouts يعني ينبت او يتحول السيد لنباتات. and begins to grow from a seed. وبتبدأ مرحلة النمو من مين؟ من السيد. ده تعريف مهم جدا. ايه هي الجيرمينيشن او ايه هو التنبيت او الانبات؟ ان انا عندي سيدز بذور بتكون ناشفه زي البذور بتاعت البين ان انا بحولها لبلانت. دو بلانتس نيد سويل تو جرو. انت تقدر دلوقتي تجاوب على السؤال ده، هل النباتات بتحتاج لسويل؟ نو لفتره معينه ممكن ازرعها. تو نو ويذر بلانتس نيد سويل از بيزك نيدز. هل هي بيزك نيدز حاجات اساسيه؟ فور جروث اور نوت وي ويل جيرمينيت. احنا هنعمل جيرمينيت لسام سيدز in a wet paper soil and measure their growth and then compare. خلاص احنا اخدنا التجربة دي وعرفنا ان السويل او ان السيدز اقدر I can plant in soil and without soil. اقدر ازرعها في التربة ومن غير التربة. تمام تمام. تعالوا كمان ناخد الوردز. عندي germination impact wet مبلل يعني ورقة فيها مية. paper soil المناديل. measure growth sprout fava beans او الفول او beans بس. metric rules المسطرة. طبعا الحاجات اللي انت لازم تكون عارفها germination wet growth sprout بس. انا من رأيي هم دول الاساسيين عندي في البيج دي. طب تعال نشوف الوردز الثانيه.
انشيا طبعا لازم 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 اكون عارفها، ودي الجزء او الكلمه المهمه عندي في البيج دي. تعال نعمل تشيك على الاندرستاند بتاعتك، ترو اور فولز. ذا بريزنس، كلمه بريزنس مهمه جدا، معناها وجود. ذا بريزنس اوف سويل، وجود التربه. از نيسيسري، ضروري. فور سيدز ان ذير انشيا جروس، لا قلنا في الانشيا جروس انا ممكن ازرع في المنديل. نمبر 2، when bean seeds grow in wet paper soil they need soil after a while. إن لازم تنقلها بعد فترة، طبعا it's right انها بعد فترة هتموت. activity number 5، sunlight a basic needs، من غير sunlight الحاجة هتموت. plants make their own food through photosynthesis process، ده عرفناه في lesson number 1. ايه بقى تعريف او الديفينيشن بتاع الفوتوسينثيسيس بروسيس؟ ياه احنا اخدناه كذا مره. It is process، هي عملية. Which the green parts، الأجزاء الخضراء. الأجزاء الخضراء في النباتات، هل الستم، الترانك، الروتس؟ لا يا مس، الليفز. الجرين بارتس اوف بلانتس اللي هي الليفز، absorb. absorb يعني بتمتص الصنلايت to make their own food. يبقى ايه الديفينيشن بتاع الفوتوسينثيسيس بروسيس؟ هي عبارة عن بروسيس. الجرين بارتس، الأجزاء الخضراء للبلانتس، ليفز، absorb sunlight، تمتص ضوء الشمس علشان تقدر تعمل الاون فود، الطعام بتاعها. ازاي؟ قال لك how can plants make their own food through photosynthesis process، ازاي العمليه دي بتحدث؟ قال الجرين بلانتس، الورقه الخضراء اللي عندي في النبات، مالها؟ collect بتجمع. ايه ده يا مس؟ يعني هي معاها ايدين وبتجمع السلايت؟ لا، هتعرف في الليسونز اللي جاي ان هي عندها هولز. هولز يعني فتحات. كولكت بتجمع السلايت، ضوء الشمس، اند كربون دايوكسيد جاز. كربون دايوكسيد جاز موجود في الايه، بتجمعهم ازاي؟ هنعرف في الليسون او الفقره اللي جايه. اوكي، يبقى انا جبت هنا جوه الليفز سلايت، وكمان جبت كربون دايوكسيد. بلانس روتس، الروتس بقى جابت ايه؟ ابزورب ووتر من الصويل، من التربه، وادتها للستم، والستم طلعها للليفز. نمبر 3، انسايد ذا جرين بلانس، جوه او داخل الورق البلانس، الجرين بلانس الاجزاء الخضراء اللي هي الليفز، سانلايت، الشمس، مهمه جدا الجمله دي. الاو كربون دايوكسيد تو كومباين او كومباين، انه الكربون دايوكسيد السانلايت بتسمح للكربون دايوكسيد ومين معاه والووتر انهم يعملوا شير مع بعض او كومباين، يتحدوا مع بعض تو بروديوس، علشان ينتجوا لي ايه؟ حاجتين، الاكسجين والشجر. الاكسجين والشجر، الاكسجين احنا محتاجينه. all living organism سواء البلانت سواء الانيمال سواء الهيومن نيد الاكسجين تو بريث، عشان يتنفس. از realized بيخرج in the air to help living organism breathe. Sugar, the food of plants which give the plants the energy it needed to grow. الأكل أو الـ own food بتاع الـ plants طلع اسمه إيه؟ Sugar. ده هناخد كمان غير الشجر حاجات تانية، بس دلوقتي أنت عرفت إن أنا عندي ثلاث حاجات بيدخلوا مع الليفز علشان تعمل الفوتوسينثيسيس بروسيس، وبتطلع ايه؟ بتخرج حاجتين. طب انا ممكن اعمل equation، معادلة مش انساها بقى، ان انا عندي sunlight number 1، carbon dioxide number 2، water number 3، دول الحاجات اللي بيدخلوا معايا او needed اللي انا محتاجهم، بيخرجوا لي ايه؟ حاجتين، oxygen وشجر. أكسجين ل all living organism to breathe، عشان تتنفس. الشجر ده الأكل أو الـ own food بتاع البلانت. تمام grade 5؟ تمام يمس. We will do an experiment، إحنا دلوقتي هنعمل تجربة توضح لك الإفكت، تأثير الصنلايت على البلانت. هات 2 plastic cups، هات 2 بلاستيك كاب، كوبايتين من البلاستيك، و 2 beans seeds، وبذرتين أو بذور من البين، وسويل ووتر. أوكي، اعمل ايه بقى؟ add the soil to the two cup then put the bean seeds on the soil.
where each cup contain one seed and cover the seed with 2 centimeters of soil. يعني ازرع او اعمل بلانت للصويل، هات صويل بلانت للسيدز، يعني هات السيدز حطها جوه الصويل وغطيها بشويه ايه صويل. طب وبعد كده اكيد هديها ووتر، add the same amount of water، اديهم نفس الكميه منين من الووتر. اوكي نمبر 3، put the red cup، حط الكب اللي لونه ريد facing the sunlight، مواجه للشمس. And the blue cup in a dark place، حط التاني في مكان يكون مظلم ما وصلوش شمس. Number 4، water both plants regularly and observe them along 2 weeks، اديهم ميه بقى خلال اسبوعين ولاحظ، اعمل الاوبزرفيشن بتاعك وقول لنا هيحصل عندك ايه. الاوبزرفيشن بتاعي after 2 weeks، بعد اسبوعين احنا هنلاحظ ايه بقى؟ The plant in the red cup، النبات اللي فيه الكب اللي لونه ريد اللي كان قصاد او facing مواجه للسنلايت grow taller، طول اكتر than the plant in the cup in the blue cup، في المكان النبات اللي كان في البلو او في المكان اللي كان dark مظلم ما كانتش واصله له ايه sun. The plant in the red cup has 4 leaves، بصوا عنده 4 leaves 1 2 3 4، اما البلانت اللي فيه الريد اللي فيه البلو عنده 2 leaves بس. While the plants in the blue cup has 2 small leaves with a pale كلمه جديده pale green color، يعني لون اخضر باهت تعبان مش لاقي الاون فود بتاعه. ليه يا مس؟ ما هو مش موجود عنده شمس. طب ايه الكونكلوجن بتاعي؟ قال sunlight is a basic needs، basic needs يعني الاحتياجات الأساسية for the plants like water like air. يبقى أنا عندي ال basics needs للبلانت ايه؟ 3، ال water ال air وكمان ال sunlight. ال soil no it's not basics needs، أنا كده قدرت بقى إن أنا أزرع من غير ال soil without soil. sunlight is important، مهمة to plant growth، مهمة ل النبات او نمو النبات. because plants use sunlight to make their own food، عن طريق البروسيس اللي اسمها ايه photosynthesis process. so the plant without sunlight doesn't grow، من غير الشمس مش هيقدر ينمو. when يعني ينمو بصحه جيده because it had less food، علشان عنده كميه قليله من الاكل. true or false، in the absence كلمه مهمه، absence يعني غياب، لو في غياب للشمس البلانت كان make their own food، طبعا it's wrong، ده مش هيقدر. number 2، when a plant grow، لما النبات بينمو on sunlight its leaves الورق بتاعه become pale green، هيكون باهت، طبعا it's wrong، ده هيكون dark green، هيكون لونه dark green، لونه اخضر غامق وحلو. طب ايه الوردس اللي انا المفروض احفظها؟ moisten يعني يبلل او حاجه جواها ووتر، regularly بانتظام، ووتر بمعنى يسقي، absence غياب، وبيل يعني باهت. وكده يكون الليسون 2 خلص معانا. ان شاء الله مش هتاخر عليكم تاني، وهتكون الليسون او الاكسرسايزز الليسون 2 موجود عندكم يا بكره يا بعد باذن الله. يلا اسيبكم في رعايه الله وفضله، دمتم دايما بخير، دمتم دايما متفوقين. grade 5، باي باي، مع السلامه.